Fatih Medreseleri, 1986'dan beri hizmetinizde. Selamun aleyküm, benim adım Ömer Talazarsal. Fatih Medreseleri Yakuplu Şubesi'nde okuyorum. Şimdi ben size Mülk Suresi'nin ilk sayfasını okuyacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî fî zîhil mülk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في عبد الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فجعلناها رجوما للشياطين أعددنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا ويدخل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج ترفع وظنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما ننزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سلام عليكم.